وللتقارير يعني منذ يعني لي حوالي 21 سنة اكتشفت ناحية البصر. لما ربنا كرمني واداني نعمة البصر عرفت ان انا اروح واجي في طريقي. انما الاول كانت نسبة البصر كانت عندي 15% او 20%. حاليا ما اقدرش احدد ان انا اقول لك 100%، بس الحمد لله ان انا اتحسنت وعرفت ان انا اروح واجي وامشي. انا يعني اتولدت يعني زي ما انت شايفين كده يعني. مبادرة هنا في هناك يعني الناس تتكفلوا يعني بالمصاريف كل. الحمد لله يا راجل بقيت احسن يعني، حسيت انه في تقدم يعني في العمليه. انا قعدت 30 سنه طبيب. الحياه كانت صعبه صعبه جدا يعني، الحمد لله تحسنت الامور شويه واحده واحده برضه. شويه يعني احسن من الاول، خفيت، بس انا يعني عشان اعملها جديد ان شاء الله عشمان يعني بفضل الله الواسع انه تكون ايه ان شاء الله تكمل على معانا على خير. النسبه دلوقتي حاليا نسبه البصر بالصلاه على النبي يعني ان انا بشوف واعرف كل حاجه واروح واجي وحدي. الوقت اللي انا برضك كنت بمشي بيه بنسبه ايه الحس، واكثر حاجه الحس اللي كنت انا وعالي صح فعلا، ان انا لو في حجر قدامي كنت اقدر ابعد عنه شوي. بس النسبه دلوقتي حاليا نسبه البصر بالصلاه على النبي يعني ان انا بشوف واعرف كل حاجه. حياتي حاليا طبيعيه والحمد لله، ان انا بشوف واعرف امشي واروح اعرف واروح واجي. بس برضه بالنسبه للعمليه ان العين ما حملهاش التراب والشموس والعرق والده كله يعني. الحمد لله من بعد العمليه الحمد لله امشي واروح واجي مكان ما انا عايز اروح. بروح مصر وحدي، بروح قنا وحدي، بروح جميع الانحاء الدنيا وحدي. الحمد لله انا يعني حسيت بالامان، حسيت بالراحه انه ربنا عطف علينا والناس تكفلت بموضوع العمليات. الفرحه كانت ما توقعتهاش يعني، الحمد لله رب العالمين، كانت فرحتنا فوق الخيال يعني انه ربنا ادانا البصر وخلانا ايه نقدر نقضي مصلحتنا النفسيه، ما يحتاجيش حد يعني يروح معنا ولا يجي. بس يعني الحكايه من اول الحكايه دي قبل ما نعمل العمليات كان معنا ودعمنا هو اللي علمنا الراجل الزقية وعلمنا ازاي نصرف على نفسينا، ما نستناش حاجة من حد، هو اللي علمنا الزقية وعلمنا المشي يعني، وشجعنا ان ما نقعدوش في البيت يعني عشان ما نحتاجوش فلوس من حد. والله برضو الاول ان انا كنت اترفض في حكاية البصر عشان كان نظري ضعيف، البنت كانت ترفضني. أنا حاليا دلوقتي يا باشا بعد ما ربنا كرمني والحمد لله النظر ربنا ردهولي، فدلوقتي بترفضني بسبب حاجة واحدة بس اللي هي العجز في الحياة في البنية يعني، إن أنا عايز أخاطر إن أنا أبني شقة ما قدرش، ما معيش فلوس إن أنا أبني شقة. كل اللي بقولها بروح أتقدم لها تقولي لما تبني شقتك ابقى تعالى. أنا بشتغل من الساعة 5 صباحا للساعة 7 مساء، هي حوالي اليوميه كلها تسوى 40 جنيه، والله انا بصرف تكافل وكرامه، بس هي 450 وعلى الشهر يعني. ثاني عن ذلك معايا البيت السطح بتاعه بايظ، والبنيه والمؤسس تحت ملوش تاسيس ولا اي حاجه. يعني احنا عملنا عمليات الحمد لله، بس انا كل اللي طالبينه يعني انه ما يبقى لنا لقاء يعني مع سياده الرئيس او يطلع بحلتنا كده، وان شاء الله يبني يعني كل اللي طالبينه يعني البني يعني يبني لنا البيت ويختارنا وظائف يعني. انا نفسي احضر مؤتمر الشباب للرئيس انا واخواتي الاثنين.